عايز اعرف برضو كواليس التعامل مع شخصيه من نوعيه الباكاتوشي. احنا شفناه على قد الحماس الكبير جدا اللي كان بيتكلم بيه من ساعه ظهوره في حلقات الاختيار 2، لكن وقت الجد اختفى. وقت اعتصام رابعه او وقت فض اعتصام رابعه بمجرد ما شم خبر ان خلاص اعتصام رابعه ده هيتفض، فجاه اختفى. ازاي اشتغلت على الجانب ده من الشخصيه، ان هو مدعي، ان هو طول الوقت بيتكلم 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 وبيسخن الناس وبيحمس الناس، وقت الاعتصام او وقت فض الاعتصام مش موجود؟ طبعا ده يعني كان من اصعب المشاهد ليا، ويمكن انا ما كنتش يعني المشهد دوت. الدكتور بيتر ميمي قال لي احنا هنعمل المشهد ده دلوقتي. قلت له دلوقتي دلوقتي؟ قال لي اه دلوقتي. فدلوقتي دلوقتي دي بقيت انا عمال يعني، لانه مشهد صعب رغم ان هو قال جملتين فيه بالظبط. انت متاكد من الكلام دوت؟ وراح قال للراجل اللي واقف على الباب، قول لهم على المنصه ان قوات الفض بدات في التحرك. ورياكشن، قول لهم على المنصه ان قوات الفض اتحركت. فهو بقى الرياكشن ده بقى هو اللي انت بتتكلم عنه بقى يا محمد، بقى ان انت ازاي هتجمع كل اللي انت قلت عليه ده في رياكشن واحد. طبعا كان صعب جدا، وطلبت من الدكتور بيتر بس 5 دقايق اركز فيهم مع نفسي اثناء ما هم كانوا بيجهزوا المشهد من كاميرات وما الى ذلك، وفي مجاميع كتيره في الخلفيه وكده. بدات انا اركز مع نفسي ان انا هعمل ده ازاي علشان يبقى دبل مينينج، ان هو بيقول له معلومه وفي نفس الوقت هو واخد قرار بالهروب الكبير، علشان يصدر الناس الغير واعيه والناس اللي اتضحك عليها تبقى هي في المقدمه وهما في الصفوف الخلفيه بقى بيكملوا جهادهم زي ما بيقولوا. يعني عايز انتقل معاك لاعتصام رابعه. المشاهد اللي احنا تابعناها في الاختيار 2، اي حد عاش اللحظه دي او عاش الفتره دي على ارض الواقع وعدى في اي طريق مؤدي الى اعتصام رابعه او شاف اعتصام رابعه هيقول الله ده المشاهد دي كانها متصوره وقت الاعتصام. ازاي قدرتوا توصلوا كفريق عمل لان انتوا تعملوا مشاهد متطابقه جدا للي كانت موجوده وقت الاعتصام؟ اه طبعا دي حاجه مهمه جدا، حتى هتلاقي انت اثناء العرض المسلسل على الشاشه كان بيجيب لك صوره حقيقيه واللي تم في التصوير في العمل الدرامي بتاع الاختيار. ليه ده بقى؟ مش علشان نطابق الشكلين ببعض ونقول ايه ده عملوها زي الواقع، لا، ده علشان ما يبقاش فيه تزييف للحقيقه خالص. ده احنا يعني في شفافيه وناس حاضره والموضوع اللي حصل في الواقع اهو، بس احنا عاملينه بالشكل الدرامي بس، لكن هو بالظبط. مش عشان نقول ان احنا عملنا بالعربيتين اللي كانوا واقفين هنا هم اللي جايب، لا، المصداقيه فين؟ يعني في ناس تقول لك ايه طب وانا ايش عرفني ان ده حقيقي؟ لا طب اهو الصوره الحقيقيه اهي والتصوير بتاعنا اهو، عشان ما حدش. بس طبعا الموضوع كان صعب جدا. طبعا رجاله انتاج على اعلى مستوى شركه سينرجي، طبعا الاستاذ تامر مرسي والاستاذ حسام شوقي المنتج الفني المحترم فتحي اسماعيل ورجاله الانتاج كلهم، كل العوائق كل الحواجز كل القيود بتتحل في منت، ما بتاخدش دقيقه. فكل الامور انت بتدخل تبدع بس. طب مهندس الديكور، كل الناس يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، انت مثلا شفت الدقن اللي انا دي دقن تركيب مش دقني، في ناس كتير كانت تقول ان دي دقني الحقيقي. فطبعا كل التحيه برضو للمكير المحترم احمد مصطفى ورجالته امير وحاتم القبهة، لان بتتعمل بتاخد على الاقل ساعه بيبقى معاه الصوره الحقيقيه وبيقعد يعملها لي مش بالتركيب كده شعرايه دي الصعوبه شويه. فطبعا دي ويرسم ويقص ويعمل مجهود كبير جدا جدا جدا. طبعا اثناء ما هو بيعمل ده، اثناء ما انا بقعد احضر وبقعد احس الموضوع هيتعمل ازاي المشهد القادم، وبعد ما بيركب ده ببقى الباكاتوشي.